تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. خمسة حافظة لكتاب الله، عمرني ما سبق أن عشت مع هذا الحال. سبحان الله، خمسة حافظة لكتاب الله، الله أكبر. وفي الحسيمة، وفي مدينة الحسيمة، وفي المغرب، ولهذا نفتخر دائما بالمغاربة من بهذه الرجال. ما شاء الله، الرجال اللي يحفظون القرآن، مش يحفظون الغناء، مش يحفظون الموسيقى، يحفظون كلام الله تعالى. حياك الله. الفردوس زورغ، thuiszorg voor moslims met respect voor geloof en tradities. Bij interesse in thuiszorg of in onze vacature, dan kunt u ons nu meteen mailen. Ons personeel bij Al-Firdaus Zorg is professioneel en islamitisch onderlegd. Al-Firdaus zorgt voor jou. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kijk, alhamdulillah, wa anta? Alhamdulillah. Ismuk? Jawad Adbib. Jawad Adbib. Min ayn? Min Ksama. Maghribi? Nawana. Allahu akbar. Sual al-yawm akhi basit jiddan. كم تحفظ من القرآن؟ 60 حزبة قرآن كاملة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. 114 سورة. نعم. من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. الناس. أنا بغيت إن شاء الله قل لي أفضل سورة عندك كتقرأها بزاف، كتقرأها كثير. سورة البقرة. من البداية. من البداية إلى النهاية. الله أكبر. اسمعوا واخشعوا معنا يا اخوان، ان شاء الله اخانا هذه يقرأ لنا ان شاء الله ما تيسر من سورة البقرة. بعد اسمك؟ مراد الحدوشي. مراد الحدوشي، كم تحفظ من القرآن؟ 60 حزبة كاملة. نعم كاملة 100%. نعم. بديت في العمر 12، في العمر السنة 12 وكملت في 17. ما شاء الله، 5 سنين وانت تحفظ. نعم. في القرآن. نعم. الله يحفظك اخي. سؤال اللي اسأله هنا في الحسيمة، كم تحفظ من القرآن؟ أجاب لنا 60 حزبا. ما شاء الله، إذا أنا أختار لك. كاينش. أنا أقرأ آية ثم أن تختمها. أنا دبانا في المسابقة في الحسيمة، مسابقة القرآن، كم يحفظون من القرآن وأفضل سورة عندهم يقرؤونها إن شاء الله بترتيل وبتجويد. أخانا من أين؟ أولا اسمك؟ اسمي عمر. عمر؟ نعم. من المغرب. المغرب، ما شاء الله، عمر من المغرب. كم سنة عندك؟ 24 سنة. 24، الله يبارك في عمرك. أخينا، أخانا عمر، كم تحفظ من القرآن؟ 60 حزبة. نيشان؟ نعم. ما كاينش 60 حزبا 100%. 100%. هذه يا احباب. الاخ الاول ما شاء الله 60 حزبا، والاخ الثاني 60 حزبا، والان الاخ الثالث ما شاء الله 60 حزبا. الله اكبر، الله اكبر. هنا في الحسيمة بالضبط. افضل صورة عندك؟ افضل صورة تسمى القرآن كله مفضل. نعم، ولكن اللي تقرأ وتحبها تقرأها بزاف، فبعض الصور كيكونوا أقرب إلى القلب. شيئا ما. نعم. أما القرآن كله مفضل. كله مفضل. أحسنت قول. عند رب السماء. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. اسمك؟ يوسف. يوسف، كم تحفظ من القرآن؟ القرآن ختمته للأمر المرة الأولى وأعيده للمرة الثانية. 60 حزبا؟ نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا الأخ الرابع ما شاء الله هنا في الحسيمة حافظ القرآن كاملا. هل هذه صدفة أم هذه نعمة
الله أنتم ما شاء الله قولوا لي ما, ما, ما رأيكم في هذا؟ الله أكبر. أخانا يوسف أكيد تحفظ صورة يوسف ها؟ شوي مازلنا وصلت ليش إذا في سلكة ثانية شوي إن شاء الله تقرأ لنا البداية إن شاء الله لابد. بسم الله. أنا أقول مسابقة القرآن في الحسيمة المتسابق الأخير. ما اسمك؟ أحمد. أحمد. ما أجمل اسمك. ما شاء الله. أحمد اسم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال اليوم أخي. كم تحفظ من القرآن؟ 60 حزبا. 60 حزبا. 60 حزبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا أخي يا إخوان. أنا الآن هنا في الحسيمة وألتقي بخمسة حافظة لكتاب الله وأنت الأخير اللي سبحان الله التقيت معه أحمد. نعم. كيف كان 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 الوقت مع القرآن؟ أنت كنت بديت في أي سنة؟ بأي سنة؟ بديت في السنة الرابعة. 14 سنة كان. 14. وختمت القرآن وكان عمرك؟ تقريبا 18 سنة. 18. دست 4 سنوات مع القرآن. نعم. أفضل سنوات اللي في حياتك أظن. أفضل سنوات في حياتي. ما شاء الله. والآن كم كان عندك من سنة؟ عندي 25 سنة. 25. نعم. الله يحفظك ويبارك في وقت وفي ويبارك في عمرك. أنت حافظ لكتاب الله. أنت السورة اللي تحب كثير وتقرأها كثير. ما اسم هذه السورة؟ سورة الكهف. كان قرأنا الجمعة من بداية سورة الكهف. سورة الكهف عزيزة للجميع قرأها بداية. نعم. إن شاء الله أخانا هذه قرأ لنا إن شاء الله ما تيسر من سورة البقرة بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم بارك. اللهم بارك يا أخانا. ما شاء الله قرأت لنا أعظم آية من القرآن وهي آية الكرسي. والله أخي المشاهدون أظن أنهم يريدون أكثر إن شاء الله سمع أكثر إن شاء الله من ما تيسر من القرآن. ممكن إن شاء الله سوف أرتل بصوتي ماهر المعقلي سورة الفاتحة. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك. ما شاء الله. الله يسعدك يا حبيب الغالي. ما شاء الله. شوفوا يا إخوان المغاربة الحمد لله نفتخر بهم. الحمد لله نفتخر بهم. أخانا جواد ما أحلى صوته. الله يحفظك أخي. بدي إن شاء الله المسج إن شاء الله كلام للمشاهدين من كل من كل البلاد يشاهدونك من كل البلاد. ما شاء الله. ماذا تريد أن تقول لهم؟ أنصحكم بقراءة القرآن أحسن كلام أنزل من عند الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك. يقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والله اكمل هذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين
يعملون الصالحات، يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الله يحفظك، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. آخر سؤال أخي، ما شاء الله هو حافظ 60 حصة ما شاء الله، دائما تراجعه، كم تراجع اليوم؟ اليوم كنت في البحر. كنت تبحر شوية؟ نعم. لا لود ما شاء الله، الإنسان حافظ القرآن يظنون الناس أنه فقط القرآن، ولكن ما شاء الله تنشطي. نعم. ذهبت إلى البحر. أخانا جواد ما شاء الله هو قدوة للجميع وللشباب هنا في مغرب في الحسيمة. نحن في الحسيمة أول مرة أنا أزور الحسيمة ما شاء الله، ولقيت أول مقابلة أول شخص اللي ما شاء الله سألته سؤال حافظ لكتاب الله. الله أكبر الله أكبر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شوفوا يا إخوان، بارك الله فيك أخانا جواد. وأنت أخي؟ وأنا كذلك أحفظ. تحفظ القرآن؟ نعم. الله أكبر الله أكبر يا أحباب، الله أكبر ما شاء الله. اسمك؟ مراد الحدوشي. مراد الحدوشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يحفظك، الله يسعد قلبك، الله ينورك، ما شاء الله ما شاء الله. بمثل هذا الشباب نفتخر، ليس بالموسيقى ولا باللي يرقصون. أخانا ما شاء الله قرأ لنا ما سيسر من سورة الرحمن، بديك إن شاء الله تختم لنا هذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم لم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. والذين وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سبك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. السؤال الأخير، وسبحان الله ما حصل لي هذا بالإطلاق، أول شخص سألته حافظ لكتاب الله، والشخص الثاني حافظ لكتاب الله هنا في المغرب ما شاء الله، البلد ما شاء الله فيه حفظة لكتاب الله. السؤال الثالث والأخير أخي، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أفعى أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاك الله ألف خير، وأسأل الله أن يجعلك إن شاء الله من قدوة للناس جميعا في كل بلاد الإسلامية إن شاء الله. حفظكم الله ورعاكم. آخر كلام للمشاهد، ماذا تريد أن تقول لهم؟ أريد منهم أن يشجعوا أبنائهم على حفظ كلام الله، لأن المنزل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآخر المصاري. لا
شد لي الكلام ماشي بغاتي القطع هذا نجوج لا لا شنو بغيت دير قول بالله الدرجة أخي كنصح الآباء كنصح الآباء على يحفظوا أولادهم القرآن الكريم يربوهم على الكلام الله يربوهم على كلام الله وعلى الله يحفظك أخي الله يسعد قلبك على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه هذا أفضل ما شاء الله أن يكون لك القرآن شفيعا لك لا عليك الله يحفظكم ويرعاكم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير حسبك الله 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 يا إخوان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يحفظك ويحفظ صوتك والله من أين جئت بهذا الصوت قل لنا من أين عند رب العالمين من فضل الله من فضل الله لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك ويسعدك أخي ما في مشكلة إن شاء الله أسألك سؤال ثم تكمل مثلا الآية لكي نعلم أنك متأكد 60 حزبا في هذا الرأس المبارك إن شاء الله اقرأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله يحفظك الله يحفظك الله ينورك الله يسعد قلبك يا أخي والله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله مثل هذا الشباب ما شاء الله نفتخر بهم وبكل فرح وبكل القلب ما شاء الله اللي عندنا الله يحفظك أخي بدأ إن شاء الله الكلام للمشاهدين إن شاء الله ماذا تريد أن تقول؟ أقول للأمة الإسلامية أن هذا الكتاب هو من عند الله منزل من عند الله فعلينا أن نعطيها حقه وأن نعطيه قيمته
الانسان كيف نعطيه القيمه باش نحفظوه ونشدوه فيه؟ ماشي ضروري بكسميته انك تحفظه، انما بعدا كاين كسميته تعمل به، تعمل به والانسان يقرا على الاقل، لان هذا واحد الامانه من عند رب السماوات فوق سبع سماوات نزلت على سيدنا محمد وهو اخر الكتب السماويه، فعلينا ان نعتني بهذا الكتاب وان نعطيه قيمته لانه اخر ما بقي لنا من عند الله وهو كلام رب العالمين. بارك الله فيك. وتختم بآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جزاك الله ألف خير، حياك الله. والله لابد أن تقرأ 60 حسبا، وأنا إن شاء الله بدي إن شاء الله بصوتك يكون إن شاء الله ينشر القرآن كاملا بصوتك الجميل إن شاء الله بإذن إن شاء الله. الله نتواصل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن يا؟ نتواصل إن شاء الله. الله يحفظك، شكرا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن. لا صافي رجعي. تلك آيات الكتاب المبين. تلك ربما تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب. عاود إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذ قال يوسف لأبي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. حسبك. الله يحفظك، الله يسعدك، الله ينورك. شكرا. شو بدك؟ نسمع ما شاء الله تكون في الورا ما شاء الله. حافظ لكتاب الله أيضا. أنتم سمعتم صوته، اللهم بارك. اقرأ لنا من سورة البقرة السؤال الأخير وبالخشوع. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا يوسف قرأ لنا
من سورة يوسف وقرأ لنا من سورة البقرة، وهذه الآيات، هذه الآيات ما شاء الله تقشعر منه الأبدان. هذا الأخ الكريم ما شاء الله عمرك 17، عمرك 17 years old from Morocco. حكده القرآن ما شاء الله، هو يحفظ القرآن كاملا كاملا. الله أكبر الله أكبر. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد يسأل لا 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 مش هذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شوف القرآن حافظ ما شاء الله من قبل هذه الشباب ما شاء الله، اللي ما شاء الله قلوبهم مع القرآن وحياتهم مع القرآن. كيف هو سبحان الله عمره 17 سنة ما شاء الله وهو يحفظ كلام الله عز وجل من 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 سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذه ما شاء الله نعمة من الله عز وجل. أكيد في هذه الأمة والحمد لله تعالى ما شاء الله شباب ورجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أنت رجل ما شاء الله، رجل رجل ونص. الله يعظمك. يلا أخي إن شاء الله يعطي كلام للمشاهدين من للمغرب وفي بلاد الإسلام وفي بلاد العالم كله، ماذا تريد أن تقول؟ نصيحة من حافظ لكتاب الله. بسم الله. أريد أن أقول للناس، لكل واحد أن يعلم أولاده القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه أحسن كلام في العالم. الله أكبر. الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نفتخر. به نفتخر. لا. مش نفتخر بالسيارات. لا. لا. ما ما نفتخر بالرقص. لا. لا لا. لا أعوذ بالله. نفتخر بالموسيقى. لا أعوذ بالله. نعم أكيد في كل البلاد في الشياطين يرقصون والشياطين يعيشون مع الموسيقى ويعيشون مع الديسكو والعياذ بالله، يعيشون مع الفضائح. ولكن لا تنسون أن في هذه الأمة رجال مثل أخانا يوسف ومثل أخانا السابق ما شاء الله جواد وأخانا عمر وأخانا مراد، أربعة حافظت لكتاب الله هنا في الحسيمة. فير من سديده القرآن خمم ورزيته تنهفت. أربع رجال ما شاء الله، هذه مثل هذه الرجال نفتخر بهم ما شاء الله، وشباب ما شاء الله. اللهم بارك، حياكم الله وبياكم. نختم إن شاء الله هذا الفيديو وهذا الوقت إن شاء الله بكلام إن شاء الله للمشاهدين جميعا، وأقول لكم عيشوا مع القرآن، اقرأوا القرآن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علموا أولادكم القرآن وعلموه لكل الناس، فإن خير الناس هم حافظة لكتاب الله. شكرا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله يحفظك، حسبك الله، يسعدك. هذه الصورة تحفظك من واحد الملعون. كابتن صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قريتي سورة الجمعة لك نور ما بين الجمعتين. نعم أكيد. وكان عادي تحفظ من فتنة المسيح الدجال. الله ينجينا من المسيح الدجال. إذا حفظتي سورة الكهف هذه ينجيك الله سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال. أخي تختم لنا بهذه الآية، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق عزيز جبار المتكبر الخالق المصور هو الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن متشابهات ما في مشكل أنت دوستي مع الآية اللي فيه متشابهات واحدة الأخرى إن شاء الله نعطيك إن شاء الله واحدة الأخرى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أحسن الله إليك يا أخانا أريد إن شاء الله الكلام للمشاهدين ماذا تريد أن تقول لهم؟ أريد أن أقول لهم أن تعلموا أولادكم القرآن وأن تربيهم على الإسلام وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعلمهم الصلاة وأن تعلمهم أن يحترموا الناس وأن يتعلموا كلام الله سبحانه وتعالى الله يحفظك يا أخانا أحمد شكرا يا أخانا أحمد أنتم شفتم يا أخواني كيف بديت نخنوت ما يخماكت أنا عمري ما حصل لي هذا أنا في فيديو واحد إن شاء في فيديو واحد وسجلت فيه مقابلة مع 6 أشخاص ومن ذلك 6 الأشخاص 5 حافظة لكتاب الله عمرني ما سبق أن عشت مع هذا الحال سبحان الله 5 حافظة لكتاب الله الله أكبر وفي الحسيمة وفي مدينة الحسيمة وفي المغرب ولهذا نفتخر دائما بالمغاربة من بهذه الرجال ما شاء الله الرجال اللي يحفظون القرآن مش يحفظون الغناء مش يحفظون الموسيقى يحفظون كلام الله تعالى حياك الله يا أخانا أحمد وأقول لكم بارك الله فيكم وإلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى people please like and share the words of Allah عز وجل because with this people ما شاء الله that memorized the whole Quran they entered the Quran إن شاء الله 5 people here in Al-Husayma that knows the Quran by entering the whole Quran ما شاء الله that makes me proud of the people from Morocco and the people here in Al-Husayma the Moroccan people Allahu Akbar Assalamu alaikum wa rahmatullah